الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، ومدام جبت سريرة ابنه فأكيد عرفتوا أنه عنوان الخبر اللي رح يقوله مرتبط بفضيحة أو جدل أو شيء مصيبة جديدة عاملها هانتر. فمن بعد سنوات ونزاع طويل الأمد حول قضية ابنة غير شرعية لهانتر من راقصة اسمها لندن روبرتس، ومن بعد محاكم وفحوصات حمض نووي وألف قصة وسيرة، خلاص اعترف جو بايدن علنا بحفيدته السابعة. حفيدته اسمها نيفي وعمرها 4 سنوات، وفي بيان رسمي أرسلوا لمجلة بيبل أعلن بايدن أنه ابنه هانتر وأم حفيدته بيعملوا على تعزيز علاقتهم بما يصب في مصلحة الطفلة، وقال أنه هذه القضية مو سياسية، هذه القضية عائلية، وأنه هو وجل السيدة الأولى يريدون الأفضل لأحفادهم. المهم يعني في النهاية اعترف على أنه عنده حفيدة سابعة. والقصة هذه على فكرة بدأت من عام 2017 وقت لما هانتر اتعرف على لندن في نادي تعري في واشنطن، وهي كانت بترقص على المسرح، ومن بعدها صارت بينهم علاقة. وحسب مذكرات هانتر اللي نشرها في 2021، فتعرفوا على أم بنته كان خلال فترة إدمانه على الكحول والكوكايين، وما بيتذكر كثير من اللي صار بينه وبينها. ومن بعدها رفعت لندن قضية إثبات أبوة أو نسب على هانتر اللي رفض يعترف بالبنت، ولكن عام 2019 ومن بعد اختبار حمض نووي تبين انه البنت بنته، وبدات هنا عاد سلسله من قضايا النفقه. هذا المسلسل من القضايا انتهى في 2021 بتكفل هانتر ب 20,000 دولار شهريا نفقه لبنته، بالاضافه الى لوحات من لوحاته. هانتر رسام بيبيع لوحات، وبتقدر قيمه لوحاته بين 75,000 دولار ل 500,000 دولار. في المقابل أسقط والدة الدعوة دعوة كانت مقدمتها لتغيير اسم البنت من نيفي روبرتس إلى نيفي بايدن. هانتر للعلم عنده من زواج أول من كاثرين بول 3 بنات، نايومي عمرها 29 سنة، فينيغان عمرها 22 سنة، وميسي عمرها 21 سنة، وعنده كمان ولد اسمه بو على اسم أخوه المتوفي، وهذا من زواجه الثاني في 2019 من ميليسا كوين واللي لسه زوجته للآن. طبعا هذا الموضوع فتح باب على بايدن، لأنه دائما بيصور نفسه على أنه الرجل المحب للعائلة واللي مهمة عنده جدا، ودائما بيطلع مع أفراد عائلته. وكان من الانتقادات الموجهة له أنه مو معترف بحفيدته هذه، ويبدو اليوم قرر يحل هذه المسألة.